بيدور الفيلم على شخصية آدم، هو خارج من المزرعة بتاعته وبيقابل واحدة اسمها باركر، وبنعرف إن باركر تبقى هي صاحبة الأرض اللي آدم أجرها منها علشان يعمل فيها خلية عسل، وبيكون واضح إن باركر مبسوطة جدا من آدم لأنه أجر الأرض وقلب كيانها ورجعها أحسن من الأول. فبتقول باركر لآدم إن هي بتعتبره زي ابنها وبتعزمه باركر على العشاء، فبيقول لها آدم إن هو كمان بيعتبرها زي أمه وبيوعدها إن هو هيجي يتعشى معاها. وبعدها باركر بترجع على بيتها وبتفتح جهاز الكمبيوتر وتظهر لها على الشاشة إن الجهاز اتصاب فيروس وإن هي لازم بتتصل بشركة مكافحة الفيروسات. فبتتصل باركر بشركة مكافحة الفيروسات اللي هي مشتركة معاها، وبرد عليها شخص اسمه جرانت، وباركر بتشرح لجرانت اللي حصل في الجهاز بتاعها، وبتكون مستغربة ان الكمبيوتر اتصاب بفيروس مع ان هي مشتركة مع شركة مكافحة الفيروسات. فبيعتذر لها جرانت وبقول لها ان النظام عندهم كان في شوية مشاكل، وبيطلب منها جرانت ان هي تنفذ الخطوات اللي هو هيقول لي عليها، وده علشان تتفادى ان بياناتها اللي على الجهاز ما تتمسحش. فبتسمع باركر كلامه وبتنفذ الخطوات وكل حاجة بترجع لطبيعتها. وبعدها جرانت بيقول لباركر ان هو يبعت لها مبلغ $500 وده كتعويض من الشركة على الضرر اللي حصل لها، وبيطلب منها ان هي تدي له رقم حسابها اللي هي هتستقبل عليه الفلوس. فبتبعت له باركر رقم الحساب اللي هو بيكون نفسه حساب الجمعية الخيرية اللي هي بتديرها. فبيبعت جرانت $50,000 على حساب باركر. وبعدها جرانت بيتصل على باركر وبيقول لها ان هو بعت المبلغ ده بالغلط، وبيطلب منها ان هي ترجع له باقي المبلغ والا هيترفض من شغله. فبتتعاطف باركر مع جرانت وبتوافق ان هي ترجع له الفلوس بدون تردد. وبتفتح باركر حساب الجمعية الخيرية وبتكتب كلمة المرور، وبيظهر ان الحساب بيكون فيه $2,000,000 تبرعات. وبتبعت باركر باقي المبلغ على الحساب اللي جرانت بعت عليها الفلوس، ولكن فجأة كل الفلوس اللي موجودة في الحساب بتاع الجمعية الخيرية بتروح لجرانت. فباركر بتتواصل مع جرانت تاني عشان تفهم منه ايه اللي حصل، ولكنه ما بيردش. فبتنصدم باركر وبتعرف ان هي اتنصب عليها. وفي الوقت ده جرانت بيحتفل مع فريقه بعملية النصب الكبيرة اللي حصلت، وبيظهر ان جرانت متخصص في النصب والاحتيال على الانترنت. وبيجي الليل وبيروح آدم على بيت باركر حسب ميعاده معاها علشان العشاء. وأول ما بوصل آدم للبيت بيتفاجئ إن البيت مفتوح وإن فيه مسدس على الأرض، وبيلاقي باركر مقتولة على الكرسي. وفجأة بتظهر فيرونا بنت باركر من ورا آدم وبترفع عليه السلاح وبتطلب منه ينزل على الأرض. وبنعرف هنا إن فيرونا بتشتغل محققة في مكتب التحقيقات الفدرالي، وبتتفاجئ فيرونا إن آدم عارفها وهو حازين على موت أمها، ولكن فيرونا بتكون معتبرة إن آدم مذنب ومشتبه بيه وبتقبض عليه وبتسلمه لقوات الشرطة. وبعد شوية وقت بيتم الإفراج عن آدم لأن مفيش أي دليل يثبت إن هو اللي قتل باركر، ده غير إن الطب الشرعي أثبت إن باركر هي اللي موتة نفسها. وبعدها بتكون فيرونا في البيت لوحدها وبتفحص جهاز الكمبيوتر بتاع أمها، وبتعرف إن السبب اللي خلى أمها تموت نفسها. وتاني يوم فيرونا بتقابل آدم وبتعتذر له على اللي حصل، وبتشكره كمان على اهتمامه بوالدتها طوال الفترة اللي فاتت، وبتقول له إن أمها موتت نفسها لأنها تعرضت لعملية نصب واتسرق منها كل فلوس التبرعات الخاصة بالجمعية الخيرية. فبيسألها آدم عن الشخص اللي نصب على أمها، فتقول له إن هو شخص مجهول وإن هو بيشتغل تحت ستار واحدة من شركات مكافحة الفيروسات الإلكترونية. وبتقول فيرونا لآدم إن هي مش هتقدر تقدم شكوى ضد الشركة، وده لأن الأدلة هتثبت إن أمها هي اللي بعتت الفلوس للشركة بإرادتها، وبالتالي مش هيكون في أي تهمة ضد شركة مكافحة الفيروسات. وبتطلب فيرونا من آدم إن هو يساعدها في القبض على أفراد الشركة، لكن آدم بيرفض يساعدها وبيعزيها في موت أمها وبيسيبها ويمشي. وبعدها بيتصل آدم بواحدة زميلته في منظمة سرية اسمها خلية النحل، وبيتضح إن آدم كان عضو في الخلية، وبنعرف إن الخلية دي بتشتغل مع الحكومة الأمريكية علشان ينفذوا العمليات السرية ولكن بشكل غير قانوني. فبتستغرب زميلة آدم من اتصاله بيها، وده لأن آدم تقاعد من شغله من فترة طويلة، وبيعرفها آدم إن المسألة دي خاصة بيه شخصيا، وبيطلب منها تجمع له معلومات عن شركة مكافحة الفيروسات. وبعد شوية وقت زميلة آدم بتتصل بيه تاني وبتعرفه عنوان الشركة. وبعدها آدم بيروح على مقر الشركة وبيكون معاه جراكن بنزين مليانة، وهناك بيقابل اتنين من أفراد أمن الشركة وبيمنعوا من دخوله، ولكن آدم بيشتبك معاهم وبيخلص عليهم في لحظات. وبعدها آدم بيدخل الشركة وبيروح على مكتب الموظفين وبيطلب من كل الموظفين إنهم يمشوا من المكان وإلا هيموتوا محروقين. بيبدأ آدم يدلق البنزين في المكان كله، فالموظفين كلهم بيخافوا وبيهربوا من المكان بسرعة. بيجي جرانت ومعه مجموعة من أفراد الأمن وبيأمرهم يهجموا على آدم، ولكن آدم بيتحرك بمهارة وسرعة وبيضربهم واحد ورا التاني وبيخلص عليهم في لحظات.
وبيترعب جرانت من اللي بيشوفه وبيسأل آدم هو ليه بيعمل كده. فبيقول له آدم بسخرية إن هو بيشتغل في خلية نحل وإن هو بيحب يطرد الدبابير من خلية النحل. وبيطلع آدم كنابل وبيثبتها في المكان وبيوصلها بتليفون الشركة. وبيقول آدم لجرانت إن الاتصالات اللي كانت بتكسبكم وبتكسبوا منها فلوس هي نفسها اللي هتكون سبب في تدمير الشركة. وبيفهم إن أول عميل هيتصل بالشركة المبنى كله هيتفجر. وبينصحه إنه يهرب من المكان بسرعة وبيسيبه يمشي. فبيجري جرانت بكل سرعته وبيحاول يخرج من المكان. وبعدها بيتصل واحد من عملاء على الشركة والقنبلة بتنفجر وبيحصل انفجار شديد جدا والمبنى بالكامل بيتدمر. وبعدها بيتصل جرانت بصاحب الشركة اللي اسمه ديريك وبيعرفه بكل اللي حصل. وبيقول له ان هو ما يعرفش اي حاجة عن الشخص اللي فجر المبنى غير ان هو بيشتغل مربي نحل. ده غير ان كاميرات المراقبة اتحرقت بالكامل ومفيش اي دليل ضد الشخص اللي فجر الشركة. فبيتعصب ديريك لان المبنى اللي دمره قيمته 30 مليون دولار. وبيقول ديريك لجرانت ان الشخص اللي عمل كده كان بينتقم منهم وبطلب منه يدور ورا كل الناس اللي هو خدعهم ونصب عليهم في الايام الاخيرة. وبعدها بشوية ديريك بيبعت مجموعة من المرتزقة لجرانت. فبياخدهم جرانت وبيروح بيهم على بيت باركر ولان هي الوحيدة اللي هم نصبوا عليها في مبلغ كبير جدا وبالتالي هي اكثر واحدة هتكون عايزة تنتقم منهم. وبالصدفة بيشوفوا ادم وهو راح بعربيته ناحية المستودع فبيروح وراه بسرعة علشان يخلصوا عليه. واول ما بيدخل جرانت المستودع هو والمرتزقة اللي معاه بيكتشفوا ان المستودع فاضي وان مفيش حد فيه. واتضح ان ادم كان عارف ان هم جايين وراه وعلشان كده بيظهر لهم من اماكن مختلفة جوه المستودع ويبدأ يخلص عليهم كلهم ومش بيفضل منهم غير جرانت. فبيكتفي ادم ان هو يقطع له صوابعه وبيمشيه. وبعدها بيمشي وبعد شوية وقت بتوصل فيرونا مع قوات الشرطة تكتشف ان المستودع اتحرق بالكامل وبتشوف جثة واحد من المرتزقة اللي كانوا في المستودع وبتلاقي بطاقة هوية جرانت وبتعرف ان هو يبقى مدير شركة مكافحة الفيروسات. فبترجع فيرونا على المكتب وبتقابل زميلها وايلي وبتقول له ان ادم هو اللي كان في المستودع وده معناه ان جرانت راح المستودع هو والمرتزقة عشان يخلصوا على ادم ويقتلوه. وبتستنتج فيرونا من اللي حصل ان ادم هو اللي فجر مبنى شركة مكافحة الفيروسات علشان ينتقم لموت امها. وفي مكان تاني بيكون جرانت في عربيته وبيتصل بديريك بيعرفه ان ادم قتل الرجالة بتاعته كلهم وكمان قطع له صوابعه. وفجأة بيظهر ادم وبربط جرانت بالحزام ويثبت الحزام في العربية وبيشغل العربية وبوجهها ناحية البحر وبتشد العربية جرانت وراها وبتنزل بيه في البحر. ويمسك ادم تليفون جرانت وبيتكلم مع ديريك واللي يكون سامع كل حاجة بتحصل وبيقول له ادم لديريك ان هو هيقتله هو كمان وبيرفي سكة في وشه. وبعدها بيركب ادم عربية جرانت وبيمشي من المكان. ونشوف ديريك رايح لوولز مسؤول الامن في الشركة وبيحكي له عن كل اللي حصل. فبنصدم وولز لما بيسمع من ديريك جملة خلية النحل. وبنعرف هنا ان وولز كان الرئيس السابق لوكالة المخابرات الامريكية وبيكون وولز عارف خطورة افراد منظمة خلية النحل السرية. وبيشرح وولز لديريك ان الشخص اللي هم بيتعاملوا معاه على درجة عالية من الخطورة. وبعدها وولز بيتصل بجيسيكا ام ديريك واللي بيتضح انها تبقى رئيسة الولايات المتحدة الامريكية. ويبدأ وولز يشرح لها تفاصيل المشكلة اللي ابنها وقع فيها. فبتطلب جيسيكا من وولز انه يوفر الحماية لابنها بأي ثمن. فبيتصل وولز بالعاملة جانيت والعاملة جانيت دي بتكون هي المسؤولة عن منظمة خلية النحل. فبيقول لها ان في واحد من افراد خلية النحل اسمه ادم بيهدد حياة ابن رئيسة امريكا. فبتقول له جانيت ان ادم ده تقاعد من فترة وان هو حاليا خارج المنظمة. فبيطلب منها وولز ان هي تتخلص من ادم فورا. وبنروح لمكتب التحقيقات الفدرالي وبتكون فيرونا وزميلها وايلي بدوروا على معلومات عن ادم في قاعدة البيانات ولكنهم بيكتشفوا ان مفيش اي معلومة تخص ادم نهائيا. فبتفهم هنا فيرونا ان ادم يبقى راجل عسكري سابق هو بيشتغل مع منظمة سرية. وبعدها بيعرفوا ان الشرطة لقت جثة جرانت في البحر. فبيروحوا هناك بسرعة وينصدموا لما يشوفوا جثة جرانت وبيلاقوا صوابعه مقطوعة. وبيجي الليل وبيكون ادم في البنزينة وبتيجي عربية وبتخبط في عربيته وبتنزل من العربية واحدة من افراد منظمة خلية النحل اسمها لاندرس. وبتشتبك لاندرس مع ادم في قتال شرس. واثناء القتال بينهم بتيجي عربية شرطة ولكن لاندرس بتضرب عليها النار وبتدمرها وبتقتل كل اللي فيها. وبعدها ادم بيهجم على لاندرس وبيضربها وبتفقد لاندرس اعصابها وبتجري على المدفع الرشاش اللي فوق العربية وبتفتح النار بغزارة مكان كله ولكن ادم بيضربها ببرطمان العسل وبعدها بيولع فيها بالنار.
وبيتحرك ادم بكل هدوء ناحيه لاندرس وبيقطع صباحها وبيحطها في كيس وبياخد ادم عربيه من العربات اللي موجوده في البنزيمه ويمشي للمكان في نفس اللحظه اللي بتنفجر فيه البنزيمه كلها. وبعد لحظات بتتصل جانيت بوولز وتقول له ان هي ما قدرتش تخلص من ادم وبتعرفه باللي حصل ان كل القطر المأجورين اللي في منظمه خليه النحل خايفين من مواجهه ادم علشان هم عارفين كويس ان ادم هيقتل اي حد فيهم لان قدراته ومهاراته اعلى منهم بكتير. وبتعتذر جانيت لوالس وبتقول له ان هي مش هتقدر تساعده تاني. وتاني يوم وولس بيقابل مجموعه من المرتزقه وبنعرف ان هم يبقوا جنود سابقين في البحريه الامريكيه. وبيشرح وولس لقائد المرتزقه دول اللي اسمه بيتس ان المطلوب منهم هو القضاء على ادم وبيفهموا ان ادم عنده خبره قتاليه عاليه وان هو افضل عميل في منظمه خليه النحل في الوقت ده. في الوقت ده ادم بيصل للمخزن الخاص بلاندرس القتله الماجوره اللي هو قتلها الليله اللي فاتت وبيستخدم صباع لاندرس وبيفتح القفل السري وبيدخل المكان ويبدأ ادم يستخدم جهاز الكمبيوتر ويفضل يدور على معلومات عن شركة مكافحة الفيروسات لحد ما بيوصل لعنوان المقر الرئيسي بتاع الشركة. فبياخد ادم كمية كبيرة من الاسلحة والمتفجرات وبخرج من المكان. وفي الوقت ده فيرونا وزميلها بيقابلوا رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي وبتبدأ فيرونا تشرح لرئيس مكتب التحقيقات تفاصيل الحوادث الأخيرة ومنها اللي حصلت لشركة مكافحة الفيروسات وبتعرفوا ان ادم هو اللي ورا كل الحوادث دي وان هو يبقى عميل سابق لمنظمة سرية اسمها خلية النحل. وبتقول لفيرونا ان ادم بينتقم من ديريك صاحب شركة مكافحة الفيروسات وبتقترح ان هم وفروا حماية للمقر الرئيسي للشركة وده لانها متوقعة ان ادم هيهجم على مقر الشركة وهيدمره. فبيوافق مدير مكتب التحقيقات على طلبها وبيقول لها تعرفوا بالمستجدات اول باول. وبعد شوية وقت بيكون في مجموعة من قوات مكتب التحقيقات الفدرالي قدام مبنى شركة ديريك وبيجي ادم وبيطلب منهم يمشوا من المكان علشان محدش فيهم يتأذى. فبيستغرب قائد القوات من جراءة ادم وبيأمر جنوده بالقبض عليه فورا ولكن ادم بيتحرك بسرعة وبيشتبك مع الجنود وبيقدر يضربهم كلهم. وبيدخل ادم للشركة وبيروح على مكتب مدير الشركة وبيظهر بيتس ومجموعة من المرتزقة ويفتحوا النار على ادم لكن ادم بيهرب منهم بسرعة وبيجري في ممرات الشركة فبيجري كل المرتزقة وراه ويفضلوا يدوروا عليه. وبيستخدم ادم مهاراته وبيقدر ان هو يخلص على كل المرتزقة واحد ورا التاني لحد ما بوصل لبيتس زعيم المرتزقة وبيدخل ادم معاه في معركة قوية جدا وبيقدر ان هو يخلص عليه. وبعدها بيروح لادم لمدير الشركة وبيعذبه علشان يقول على اسم صاحب الشركة. فبيوري له مدير الشركة صورة ديريك وبيقول له ان هو ما يعرفش مكانه. وفي نفس اللحظة دي بتقتحم فيرونا المكان هي ومجموعة من الجنود ولكن ادم بيقدر يهرب بسرعة قبل ما حد يشوفه. وبتنصدم فيرونا لما بتشوف صورة ديريك ابن رئيسة امريكا على جهاز الكمبيوتر. وبعدها بترجع فيرونا على مكتب التحقيقات وبتتصل بمدير المكتب وبتشرح فيرونا لمدير المكتب ان شركة مكافحة الفيروسات تبقى واحدة من شركات جيسيكا رئيسة امريكا وان ديريك ابن جيسيكا بيستخدم الشركة دي فخ علشان يصطاد بيها الضحايا بتوعه ويقدر ينصب عليهم. وفي مكان تاني بتيجي مكالمة لوالتس وبيعرف بكل اللي بيحصل وبيطلب وولس من ديريك ان هو يتصل بامه علشان يروح يستخبى عندها ببيتها وده لان في خطورة على حياته لان ادم عرف ان هو صاحب الشركة. وتاني يوم بيكون ديريك في بيت امه وبيكون في حماية امنية مشددة حوالين مداخل ومخارج البيت كله وبيكون موجود مع ديريك زعيم مجموعة من المرتزقة من امريكا الجنوبية اسمه راس واللي كلفه وولس بحماية ديريك من اي خطر يتعرض له. وبيظهر ان جيسيكا ام ديريك عاملة حفلة كبيرة. في الوقت ده بيظهر ادم وبيتسلل من خلال فتحة المجاري وبيتنكر في هيئة واحد من افراد القوات الخاصة وبيدخل بيت بكل سهولة وبيتحرك ادم بخفة وبمهارة وبيحط ادم قنابل في عربيات القوات الخاصة من غير ما حد يشوفه. وبيستخبى ادم في مكان معين وبيقدر يغير هدومه وبيدخل الحفلة بكل هدوء وكان هو واحد من المدعوين. وفي غرفة من غرف البيت بيكون مدير مكتب التحقيقات الفدرالي مع ديريك وامه جيسيكا وبيشرح مدير مكتب التحقيقات لجيسيكا عمليات الاحتيال اللي نفذها ابنها من خلال شركة مكافحة الفيروسات. فبتتخانق جيسيكا مع ابنها وده لان هو هيدمر لها سمعتها وسمعة العيلة كلها. فبيعرفها ديريك ان هو عمل كده علشان يمول الحملة الانتخابية بتاعتها وان هو لو ما كانش عمل كده
ما كانتش هي هتبقى رئيسة أمريكا أصلا. وفي الوقت ده فيرونا بتكون موجودة من ضمن القوات تأمين المكان. وفجأة فيرونا بتشوف آدم بالصدفة، فبتبلغ القوات بوجود آدم، فبتحركوا كلهم وراه علشان يقبضوا عليه. وبتحصل مطاردة عنيفة جدا بين القوات الخاصة وبين آدم، وبتنضم مجموعة من المرتزقة ليهم وبيجروا كلهم ورا آدم. ولأن عدد جنود القوات الخاصة والمرتزقة بيكون كبير، فبيقدروا يحاصروا آدم في حديقة البيت. وبيجي هنا وولز وبيأمر روس زعيم المرتزقة إنه يقتل آدم، ولكن آدم بيفاجئ الكل وبيفجر العربات اللي موجودة في المكان. وبيستغل آدم حالة الارتباك والفوضى وبيقدر يهرب من المكان بسرعة، وبيدخل جوه البيت تاني وبيتحرك في طريقه ناحية غرفة جيسيكا. وبيتحول آدم لعصار قاتل بيدمر أي شيء في طريقه، وأي شخص بيتعرض له بيموت سواء من القوات الخاصة أو المرتزقة، لحد ما بيظهر روس قدام آدم وبيدخلوا مع بعض في معركة قوية. وبيظهر إن روس مقاتل شرس وبيقدر إن هو يعور آدم بالسكينة، ولكن بتظهر هنا قوة آدم فبيستحمل الألم وبيهجم على روس وبياخد السكينة منه وبيسدد له طعنات في أماكن مختلفة وبيخلص عليه. وفي نفس الوقت جيسيكا بتقرر إن هي تعمل مؤتمر صحفي علشان تعلن فيه الحقيقة قدام الناس كلها، وده معناه إن ديريك هيتقدم للمحاكمة بتهمة النصب والاحتيال. وبيمسك مسدسه وبيضرب مدير التحقيقات بالنار وبيقتله. وفجأة آدم بيقتحم الغرفة وبيكون على وشك إن هو يقتل ديريك، ولكن ديريك بيمسك أمه وبيحط المسدس على رأسها وبيستخدم أمه كرهينة. وفي اللحظة دي بتيجي فيرونا وبتطلب من آدم إن هو يسلم نفسه، ولكن آدم بيتجاهل كلامها وبيضرب ديريك بطلقة بتيجي في دماغه وبيقتله. بينط من شباك الأوضة وبيهرب من المكان، فبتجري ورا فيرونا ولكنها بتسيبه يهرب، وده لأن هي عارفة إن آدم كان بينتقم من كل المجرمين دول علشان هم تسببوا في موت أمها. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في فيلمك متلخص، ونشوف الملخص الجاي، ويلا باي.